مشاهدينا أهلا بكم من جديد إلى النقاش. كنا نتحدث عن وضعية المدرب في البطولة الوطنية ومع يونس افتسان. يونس افتسان، كيف ربما نتحدث عن وضع المدرب بشكل عام، كيف تصف وضع المدرب في البطولة الوطنية بشكل عام، وهل أنت راض عن هذا الوضع؟ والله أنا مانيش راضي كما كل الزملاء اليوم. كيفاش تكون راضي لما تشوف بلي في ثلاث أسبوع ما أربع أسبوع تشوف مدرب يستقل من المنصب ديالو؟ وهذه البداية. اليوم أنا نظن كل المدربين اللي راهم اليوم على رؤوس الفرق يصيبوا صعوبات من البداية. تعرف باللي اليوم خاصة الجماهير ولات تحوس أكثر على النتائج، والنتيجة ما تجيش في النتيجة، تجيب العمل، تجيب الصرامة، تجيب الانضباط. هادو هما الوسائل اللي يسمحوا باش النتائج يكونوا. خاصة نعرفوا باللي اليوم عدة فرق اللي عندهم مشكل مالي، وين اللاعبين اليوم لما اللاعب يلحق في نهاية الشهر ما يصيبش الشهرية ديالو، حتى هو ما يكونش جاهز على الجانب الذهني. لما يكونوا عندك 18 لاعب ولا 20 لاعب ماشي سالكين في نهاية الشهر، المدرب راح يكون عنده مشكل باش يحل المشاكل تاعو في التدريب. نعم، منذ انطلاق البطولة بعد مرور 8 جولات حوالي أكثر من 8 مدربين أو 8 مدربين استقالوا من رأس الجهاز الفني أو الأطقم الفنية للفرق. ربما كيف تقرأ هذا الأمر، وهل بدون شك هو حالة غير صحية بالنسبة للمدربين وللوضع الذي يعيشه هذا المدرب اليوم؟ هل المشكل الوحيد هو المدرب؟ أنا نظن ما هوش مشكل المدرب اليوم. أنا رأيي هذا، لما المسؤولين رؤساء الفرق لما يحوسوا على مدرب، قبل كل شيء يشوفوا خبرة المدرب، يشوفوا تجربة المدرب في الماضي ديالو، يشوفوا لو سي في ديالو. هل هذا المدرب قادر يحمل كما نقولوا الضغط تاع الجماهير؟ هل هذا المدرب قادر يلعب الأدوار الأولى؟ اليوم لو نشوفوا الفرق الجزائرية كلهم من البداية يقول لك نلعبوا الأدوار الأولى، من هو اللي يلعب الأدوار الأخيرة؟ من هو اللي يلعب البقاء؟ اليوم من البداية الفريق والمسؤولين والمدرب والجماهير، الفريق ما يقول ما لما تتقلع البطولة يكونوا بعض من المشاكل. علاه المشاكل؟ بس من البداية المسؤولين تاع الفرق اليوم كلهم يحبوا يقول لك نخرجوا بالبطولة ونلعبوا الأدوار الأولى. لما ما يكونوش النتائج، المشكل الوحيد هو قال نغيروا المدرب. هل هذا المدرب اللي راهو جاي راح يجيب؟ دائما المدرب هو كبش الفداء وهو المشجب الذي يعلق عليه الفشل. كبش الفداء يقول لك اليوم نحي مدرب ما يقدرش ينحي 18 لاعب. اليوم المدرب يقول لك انا ممكن على الجانب البسيكولوجي نحي مدرب. المدرب اللي يجي بالك يغير على الجانب الذهني، بالك يجيب سونوفو وين الفريق راح ينتقل. ولكن اليوم انا نظن ماهوش المشكل تاع المدرب. المشكل خاصة الفرق اليوم، نقول قريب كاع الفرق عندهم مشكل مالي. مشكل مالي تكلمنا عليه، هذا هو مشكل كبير هنا في البطولة الجزائرية. كل الفرق تعاني ربما من وضعية مالية. اليوم الوضعية المالية ديالها ما تسمحلوش للمسؤول باش يلحق في نهاية الشهر يسلك كاع اللاعبين. ولما اللاعب ما يكونش سالك، ما راحش يمد لك المردود اللي انت كمسؤول ولا الجماهير اللي تنتظر في هذاك اللاعب باش يكون في المستوى. نعم، ربما تحدث عن الضغط الجماهيري، يجب أن نتحدث عن ضغط الأنصار ودور الأنصار في تعيين مدربين وتنحية أيضا مدربين. بدون شك الأنصار لديهم دور كبير في تعيين مدرب معين، يطالبون الإدارة بتعيين مدرب معين ويقيلون مدرب معين. وتحدث عن مثلا أنصار اتحاد الحراش مؤخرا طالبوا بتنحية العوفي من رأس الجهاز الفني للفريق حسب المثال وليس لا. اليوم الجماهير لما ما تشوفش النتائج يقول لك نغير المدرب.
هذا هو الأنصار، الأنصار يحوس على النتيجة، ولكن من البداية، من البداية ما لازمش نغلطوا الأنصار تاعنا. من البداية أنا كمسؤول لازم نمد 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 صحيح للجماهير. ما عنديش الإمكانيات باش نلعب الأدوار الأولى، مانيش قادر باش نصعد، وعلاه نغلط الجماهير حتى يولي ضغط فوق المسؤول الأول وضغط فوق المدرب. الأحسن هي من البداية المسؤولين يتكلموا مع الجماهير. الجماهير الجزائرية هي الجماهير تعرف كرة القدم، تعرف المدرب اللي عنده مستوى وتعرف المدرب اللي ما عندوش مستوى. اليوم المدرب اللي عنده مستوى وعنده الخبرة وعنده تجربة أنا نظن ما يكونش عنده مشكل، ولكن المشكل ما هوش مشكل التدريب، مشكل لما يكون المدرب ما عندوش مشكل على الجانب المالي. لما يكون مشكل على الجانب المالي كل المدربين اللي هما عندهم خبرة وعندهم تجربة وعندهم العمل تاعهم ما راحش يبان. علاه ما يبانش؟ ما يكونش المردود لازم عند اللاعبين باش يكونوا النتائج. وهذو من الأسباب اللي يخلوا بعض المدربين ما يحملش الضغط، ما يحملش يقول لك أنا نغادر الفريق هذا. ممكن كما قلت لك من البداية يكون جانب البسيكولوجي، لما يغيروا مدرب يجي مدرب جديد يكونوا النتائج. لكن هناك بعض الأندية، نتحدث مثلا على سبيل المثال مثل مولودية الجزائر، توجد في راحة مادية إن صح التعبير، لا يوجد المشكل المالي، لكن هناك حالة من عدم الاستقرار على مستوى الجهاز الفني للفريق. والله يا مولودية، مولودية فريق كبير وعنده جماهير كبيرة، نتمنى له الفريق هذا يكون في المستوى، ولكن اليوم نشوفه باللي السنة الماضية ضيع كل ألقاب دياله. اليوم المسؤولين اختاروا مدرب أجنبي اللي كان على رأس الفريق من البداية. لما انتهت السنة انتهت، دير لو بيلون ديالك. اليوم المولودية السنة الماضية ما فازت بحتى لقب، كان كل الأرقاب كانت في يد مولودية الجزائر، ولكن على المدرب. ولكن اليوم نهاية السنة حتى لقب ما فازت به مولودية الجزائر، ولكن الجماهير قعدت تساند في مولودية الجزائر. اليوم نشوفوا بداية السنة الجماهير ما غادرتش الملاعب، جات مور الفريق تاعها، سهرت على الفريق تاعها. ولكن اليوم لما نشوفوا مولودية الجزائر غيرت المدرب من البداية، هاوليك اليوم الفريق بدون مدرب، والمسؤولين ينتظروا في المدرب الأجنبي. المدرب الأجنبي اللي ممكن هذا المدرب هذا راح يجيب ختم سيدنا سليمان يدوروه. وكأنه لا يوجد مدربين في البطولة المحلية، لا يوجد مدربين أكفاء يعني في البطولة المحلية. يونس إفتيسان، أنت دربت مولودية الجزائر سنة 96-97، لكن ربما هناك تهميش المدربين أكفاء في البطولة الوطنية وتفضيل مدربين أجانب، ومؤخرا رولان كوربيس رفض بسبب الوضع الذي تعيشه ربما مولودية الجزائر، ولو أنه اعتذر لارتباطه بإحدى القنوات الأجنبية. والله يا مولودية فريق كبير، ويستاهل نقول أنا، خاصة بالتنظيم بالأموال اللي جاهزة في هذا الفريق هذا. أنا نظن الخبرة موجودة، لاعبين موجودين. اليوم ممكن على الجانب الذهني، وين اللاعبين مقيوسين اكثر على الجانب الذهني. كاين هذا رايي انا. شفت عده مباريات، ممكن نقص شويه على الجانب البدني، وين اللاعبين اليوم 90 دقيقة نقول أنا ما يكملوش 90 دقيقة تاعهم، خاصة في المباريات الأخيرة. ممكن المشكل في مولودية الجزائر راه أكثر على الجانب البدني وعلى الجانب الذهني. الإمكانيات موجودة، لاعبين اللي يعرفوا يسيروا كرة القدم، وخاصة اللي عندهم خبرة وعندهم تجربة. اليوم هاد اللاعبين هادو محتاجين إعانة، محتاجين نقول أنا المسؤولين، وخاصة المسؤول الأول اللي يكون على رأس الفريق، خاصة مدرب اللي تكون عنده خبرة وعنده تجربة، ليعرف يسير هاد اللاعبين. حتى هما هاد اللاعبين هادو عندهم خبرة وعندهم تجربة ولاعبين في القسم الوطني الأول. نعم، هناك ربما إشكال آخر، هو هناك بعض المدربين يفشلون مع فرق معينة، ثم أندية أخرى تجدد فيهم الثقة، يقالون ثم يلتحقون مباشرة بأندية أخرى. كيف تقرأ هذا الأمر؟ هل تعتقد بأن هناك إشكال؟ أنا نظن هاد المدربين عندهم الحظ. لما مدرب اليوم، انت كمسؤول الاول لما تشوف بلي المدرب اليوم ما 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 في البدايه ما كانوش عنده نتائج، استقل من الفريق شهر من بعد ولا شهرين من بعد تصيبوا في فريق اخر.
نعم. ممكن اليوم انا نظن هذا رايي شخصي لما ما قدرش يوصل الفريق تاعو للهدف المسطر في الفريق الاول ما نظنش راح يوصل الفريق الثاني في الهدف المسطر. اكثر المسؤولين اكثر يخموا على الجانب البسيكولوجي وين يقول لك ممكن هذا المدرب اللي نجيبوه يغير بعض من اللاعبين وممكن خاصه على الجانب الذهني وعلى الجانب البسيكولوجي وكما قلت لك في البدايه لو سون نوفو اللي حوسوا عليه المسؤولين في الفريق الثاني. نعم هناك مشكل آخر يعاني منه المدرب ربما في البطولة المحلية هو التكتلات سواء داخل الإدارة أو داخل اللاعبين. تحدثنا عن الأنصار، تحدثنا عن الوضع المادي، تحدث عن تكتلات داخل اللاعبين، مثلا مدرب بادو الزاكي رحل عن تدريب مولودية طهران وحديث عن وجود تكتلات داخل اللاعبين هم الذين كانوا وراء سبب رحيله عن الفريق. والله اليوم لو نتكلموا على اليوم تشوف بعض من اللاعبين اللي يتكلموا على المدرب لما المدرب غادر الفريق يقول لك ما درناش تحضير في المستوى، ولكن هذا الكلام انا نظن خطأ، خاصة لاعب لما يتكلم على المدرب تاعو لما يغادر المدرب تاعو ما راهش في المستوى. اليوم ممكن بادو زكي صاب مشكل في بعض من اللاعبين اللي تعرف اللاعب الجزائري ما يحملش لما ما يكونش أساسي لما يكون في بنك الاحتياط راح يدير شوية مشاكل للمدرب باش المدرب يغادر الفريق تاعه. نعم لو نتحدث عن المشاكل تحدث عن الحلول، ربما لا تعتقد بأن المدرب أيضا يتحمل جزء من المسؤولية الذي أو مسؤولية الوضع الذي ألا إليه المدرب، لأنه لا يوجد تنسيق بين المدربين، لا يوجد نقابة تدافع عن المدربين، لا يوجد اتفاق بين المدربين. والله في الحالة هذه حاجة ظاهرة. نعم. في الحالة هذه لازم المسؤولين يساندوا المدرب. نعم. ويخلوا المدرب يعمل بالجهد دياله. نعم. لما المدرب يشوف باللي المسؤولين دايرين فيه ثقة والمسؤولين يساندوا فيه المدرب راح يحل المشاكل، خاصة هو اللي راهو عايش أكثر مع الفريق. نعم. هو اللي راهو عايش مع اللاعبين. بعض من المسؤولين يكونوا بعاد عن الفريق، مي لما يكونوا مشاكل يقول لك حنا ما نجموش نغيروا 18 لاعب. نعم. مي لما المسؤولين يكونوا دايرين ثقه في المدرب ويعرفوا بلي هذاك مدرب عنده خبره وعنده تجربه وسير عده فرق وفاز ب ب ب ب ب ب بكاس ولا ب ب مع الفرق اللي سيرها في الماضي، لما تكون عنده ثقه من المسؤولين والمدرب يشوف بلي المسؤولين دايرين فيه ثقه راح يعمل اكثر. وانا نظن بالاستقرار الفريق يرفد المستوى ديالو، وهذه هي الطريقه باش المدرب. نعم. والفريق والمسؤولين يخرجوا الفريق تاعهم من الازمه اللي يكون فيها الفريق. نعم ربما كسؤال اخير لان الوقت يداهمنا، ما كيف ترى افاق المدرب المحلي وكيف تقيم مردود ووضعيه المدرب المحلي في الجزائر؟ والله والله انا نظن اليوم رانا نشوف المدربين المحليين، كنت بديت وفتحت بالاخ عمراني اللي فاز بالبطوله. نعم. ولما لا اليوم نشوفوا حتى الكاس الجزائر فازها بمدرب محلي. نعم. انا نظن المدرب المحلي كفاءته موجوده، المدرب. نعم. المحلي بين نشوفوا حتى المدرب مدور. نعم. عفوا بلال زيري. لا اللي راه في بجايه جد مدرب منير زغدود. لا اللي راه سمير زاوي اللي راه في الموب خير الدين مضوي. نعم. شفنا بلي خير الدين مضوي الكفاءة الجزائرية. نعم. وعمل في الخارج، عمل في فرق كبار، عمل في تونس. نعم. عمل في مصر. اليوم هذا المدرب هذا لو ما كانش عنده مستوى أنا نظن هاد الفرق هادو ما ينجموش يعيطوا المدرب الجزائري لو ما شافوش الكفاءة الجزائرية موجودة. أنا نظن. نعم. رأيي المدرب الجزائري كفاءته موجودة وقادر يسير الفرق وسيرهم في الماضي، وشفنا حتى في الشيخ رباح سعدان. نعم. الله يذكره على خير. نعم. فاز بزوج مرات لثلاث مرات وأهل المنتخب الوطني للكأس العالم. نعم. وهذا شرف كبير ليولي للمدرب الجزائري. مدرب يوسف تيسان شكرا جزيلا لك على الحضور معنا. لا شكرا لوجب. مشاهدينا وصلنا لختام الحصاد الرياضي، شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء بحول الله. مادوي. يعطيك الصحة.
ماشي ماض ماض. Jungle.